السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كويل كويت حسين. طبعا على حسب تصويتكم اللي صوتوه نحطه هني. اوكي، ان البانتميك يعني هو اللي فاز بالتصويت عشان نسوي له فيديو. طبعا هذا البانتميك المقاس 28، في معه طبعا واشرات الانكي، واشرات وبراغي. اوكي، بالمناسبة بانديميك يعني اول شيء بانديميك نزل اواخر 2021، فكان في وقتها فيروس كورونا فسموه بانديميك. بانديميك يعني وباء، هذا اسم الار دي اي، بانديميك يعني وباء. حاطين حتى جمجمة تحت بانديميك كمصنعية، وايد حلو. هني التهوية، بوستاته مريحة بالتركيب. اوكي، القطن هاي نحط الكويل مني كذي، القطن تنزل على الجوانب. اوكي، بنحط له 11 خمس لفات، ونشوف. طبعا انا مستخدمه وعارف اداءه وكل شيء، بس الناس حابة نسوي له فيديو. الانكي حجمه كبير ومريح بالتركيب، يعني لا تحاتي الانكي، ممكن طبعا اكيد راح يخترب بمولس، بس يعني حجمه كبير الانكي. زوم اكثر، التركيب اوكي، بس الالنكي اللي معه هو احسن ترى انك تستخدمه،
اي بالضبط، لان الانكي في مقاسين، مقاس امريكي ومقاس انجليزي، يفرق عنهم شيء بسيط يعني. بس افضل شيء تركب حط نفس الانكي. انا ساعات استخدم الانكيات من برا اريح لي بالمسكة يعني، الانكي نفسه افضل. سخن نشوف فرح. نشوف من تحت شنو مكتوب. بانديميك 28 فوكس. لا تعديل يا شباب. مضبوط هوم 11 ستين. شوف الحين الورق اللي هنا يبيلها لك اكثر. بسم الله. اوكي مضبوط مضبوط مضبوط. حط القطن. طبعا انا اذا ما ابي يطقطق وايد احط له موجي، وانا الحين حاط له موجي بشوف شلون اداءه بالموجي، لان انا ادري ان هذا الار دي اي توصيله وايد قوي، ف
فأتوقع حتى لو موجي راح يبدأ. رد أغراضك خلاص شر لا نضيع. أوكي. على ما يبرد الحين تمام. كلها طبعا انا قصة عدك تميلي شوي واقص هذا حق الار دي اي طبعا. البامكن ان شاء الله باذن الله توصل نكهات اللب من العراق ان شاء الله. ساعه نستخدمها الحين يعني 90 هذا مع الموجي لو مع البيكن كان طقطق اكثر بعد. طبعا هذا الكبس تقدر تجي ثلاث فتحات فتحتين هانيكم فتحة كاملة. انا فتحة كاملة ما يازت لي انا كذي اتوقع كذي ياز لي اكثر اذكر كذي حبيته اكثر. هم ركب هو يلبس يعني فتحاتي اوكي ايوه جاي سلام نشوف نجر عليه جره يبي له بعد زياده 90 شويه شوف 110 ما يحتاج بقدمك ما شاء الله أداء ممتاز طبعا هذا الرجال العود كندي أبي أحب أقارن بيني السحبة هذا وهذا
طبعا هم يفوز الكندي لان سحبته احلى. اداء ممتاز حلو مبسمه زين توصيله حلو ما في اي غلطه، لكن في افضل منه، في افضل منه، بس كخيار البندمك ممتاز يعني ناجح وخوش ار دي اي. وال30 احلى، انا جربت ال30 من قبل احلى من 28 اوسع شويه، يمكن يوصل مواصيل الكندي، بس اللي شفط عليهم كلهم ما صدقون الكلب هذا والله قوي. المهم يعطيكم العافيه واسفين على ازعاجكم، مع السلامه.